طبعا معانا الخال عمنا وحبيبنا واستاذنا الكبير فهم عمر. يا عمنا يا خالنا ازيك؟ اهلا يا سيد، ازيك يا حبيبي؟ اهلا، وحشت يا راجل يا محترم. ربنا يخليك يا سيد يا حبيبي، يديك الصحة. طمنا على صحتك في الأول. اللهم لك الحمد والشكر، أهي ماشي يا سيد، ماشي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. معايا اتنين شباب، محمد الشاذلي ولؤي رشاد، يعني شباب يفرح يا خال، وواثقين من نفسهم ومخارج الألفاظ ما شاء الله عندهم، بيقرأوا القرآن، يعني عندهم ثقافة رياضية ولغة، حاجة تفرح الحقيقة يعني. الحمد لله. دولة الحكي المصري يا خال اللي كان أعلى حكي والناس بتحبه، هو اللغة العربية الرسمية المعتمدة، أحيانا بنشوفه كده أحيانا بيختفي وراء أصوات، أحيانا يعني مش عايز أقول أنها من أنكر الأصوات، وتطلع علينا في حاجات كتيرة جدا. الله معك حق يا سيد النبي، يعني هو مستوى التعليق على الأحداث الرياضية اللي من دولة أصبح يعني مش عايز أقول متدني، ولكنه لم يعد كما كان. كانت الناس تترقب المعلقين في سابق الزمن، كان متعة انك تستمع الى لطيف او علي زيور او حسين مذكور او ميم الشربين او الخال وانت بتعلق يوم الجمعة، دول كانوا نجوم كرة، نجوم كرة في عالم الملاعب. فكان الكلام اللي يقولوه له مصداقية، لان هو لما يقول ده فاول لانه مارس هذه اللعبة ويعرف انها فاول بالظبط. اي، وكان الناس مقتنع ان اللي بيقول لهم الكلام ده واحد زي ما تقول زي ما تجيب استاذ في القانون يدرس لك قانون، انت أي. مقتنع بيه لانه استاذ في القانون. كذلك المعلق كانوا نجوما، فهم اساتذه في علم كرة القدم او في اللعبات الاخرى. كانش الاذاعة تجيب حد يعمل في حقل التعليق الا اذا كان نجما من النجوم، سواء في كرة اليد او في كرة السلة او في كرة اليد او في السباحة او في العاب القوى، لازم يكون من نجوم اللعبة لانه عارفها وعارف قوانينها وعارف يعني كل ما يحيط بها من معلومات ومن ثقافات والى اخره الى اخره. انا في ناس كتير بتجيني دلوقتي علشان تمتحن في تبقى معلق في كرة القدم، واقول له متى انشئ الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ ما يعرفش. اول بطولة عالمية لكرة القدم؟ ما يعرفش. لا، دول كانوا مسكرين التاريخ وكانوا يعرفوا كل حاجة، أساتذتنا القدامى، لأنهم شاركوا في هذه اللعبة وشاركوا في الأحداث. دلوقتي معلومات المعلقين أغلبهم كل ما في الأرض يقول لك الكورة خدها فلان وداها، معلوماتك إيه عن الملعب ده؟ معلوماتك إيه عن هذا اللاعب؟ معلوماتك إيه عن اتحاد الكرة؟ معلوماتك إيه عن التحكيم في مصر وكيف ومن هم نجوم التحكيم؟ من هم نجوم الملعب؟ كل الأمور دي ثقافة عامة عند المعلقين الجدد غير موجودة يا سيد، وإحنا بنعاني لأن النجوم بطلوا ييجوا علشان يبقوا معلقين لسبب التدني في الأجر اللي بياخدوه من التعليق. مش عايز أسأل هو كام يا خال؟ بعد ما احترفوا كرة القدم والاحتراف يعني أفاء عليهم من فضله، لما تيجوا تقول تعالى والله تعالى علق على المباراة ودي لك فيها مبلغ، هي يقول لك لا، بطل يجي، يروح يعمل يقول لك بس خليني اقول اعلق على الاستوديو، خليني في الاستوديو قاعد. مش عايز اسال هو بياخدوا كام لما بيعلقوا يا فندم؟ هذه هي الامور التي جعلت التعليق في هذه الايام يتدنى بيني وبينك. وبعدين في دلوقتي يعني محطات خدت او يعني شاشات اصبحت تستحوذ على مباريات كرة القدم ولها معلقين هاي المعروفين اثنين ثلاثة هي اللي بتشتغل بيهم. ده نوع يا فندم، خلاص مجال التعليق اصبح محدود جدا، وكل الذين يريدون ان يكونوا معلقين يعني فرصهم ضئيلة جدا في متى يعلق ويعلق فين. شباب الرياضة ما بتزحش، يعني اذا شبكة النيل للرياضة ما بتزحش الدوري العام، طيب يعمل ايه؟ ما فيش غير المعلقين المعروفين اللي هي واخداهم شركة يعني الجهة الإعلامية التي تذيع كرة القدم عندها المعلقين بتاعهم ومستكفية بيهم. طيب يا خال، دلوقتي أصبح لا نستطيع أن نفرق نجوما في التعليق هذه الأيام. أنا بتكلم أن نجوم كرة القدم لا يتقدمون إلى امتحانات المعلقين. طيب يا خال، المفترض انت علمتنا وتعلمنا في الاعلام ان ممكن الاحتكار يكون في كل شيء الا في الاعلام يا فندم.
في بعض القنوات الأجنبية زي بين سبورت يا فندم محتكرة المسألة، والناس بتنزل وقالوا لي دي صناعة، وقالوا ده في احتراف. طبقنا الاحتراف ان احنا نحرم المشاهد، ولم يطبق الاحتراف في بقية المنظومة كلها. انا ما بس عايز اقول ايه يا سيد، بس لما استوعب السؤال حبيبي، يعني انا عايز اقول ان قناة بين سبورت وبعض القنوات الشيء المحبب البسيط اللي كان بيجمع الناس لعبة الكرة احتكرت اذاعته، وبالتالي احتكرت ايضا بعض الاصوات العربية الحقيقة اللي هي تثير نوع من انواع الفتنة احيانا، بينما كاد صوت النصر المختفي. يعني بان طبعا هي اللي واخدة، خلاص الكرة اصلا صناعة دلوقتي، الكرة اصبحت صناعة. طب هنقول البي ان ما تعتكريش. لا هتقولي عايز اقول ان اتحاد عايز اقول ان اتحاد كرة القدم الدولي يعرف ان دي اللعبة الاولى في العالم. لا يما روح لانفانتينو بقى علشان الاتحاد الدولي لكرة القدم ده هو اللي بيبيع الحاجات دي، هو اللي المستفيد الاول من انه بيبيع المباريات للشبكات التي تدفع له اكثر. يا فندم والله احنا انا بعتز بان احنا ربما نكون في قناة في مصرية وكده، بس لماذا لا نطلق تلك الصيحة ونعمل هاشتاجات ان هذا الاحتكار السخيف الممل لدولة الفيفا انها تحتكر لقناة واحدة وتبيع وتشتري في الناس دي، ده يعني ده شيء كل قوانين العالم الديمقراطية والرأسمالية قائمة تمنع الاحتكار، بينما تمارس يعني احط انواع الاحتكار فيما يحتاجه الانسان في كل حتة في العالم. لماذا لا نطالب؟ وده من حقنا يا خال. يلا يا سيدي، ايدي على ايدك يا سيد والله. من دلوقتي انت شرفتني يا خال، ربنا يخليك، ربنا يخليك لنا يا خال. جمعية واحد نور الحياة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي، جمعية خيرية بترعى أطفال الشلل الدماغي من 10 سنين، بتخدم أكتر من 2500 طفل شلل دماغي. هدفنا إن احنا نعالج ونأهل طفل الشلل الدماغي عشان يقدر يعتمد على نفسه، وطبعا ده من خلال 7 خدمات بتقدمهم الجمعية. ومش بس كده، الجمعية بتوفر أدوية وجباير وكفالات وبتساهم في العمليات. دعمكم لينا هيفرق كتير في مشوارنا وفي رحلة علاج أطفالنا. انتم قد الخير.